ضاق الشعب ذرعا بأوضاعه المعيشية المتردية، وتفاقمت حال الانفلات الأمني في مختلف أنحاء البلاد، وتزايدت الأعمال الإرهابية من يوم لآخر، ما دفع بشباب حركة 14 من فبراير إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة صنعاء. في ظل التدهور الاقتصادي، التدهور الأمني، الاغتيالات، الانفلات، خروج محافظات عن السيطرة، كل الوضع السيء هذا يتطلب إسقاط الحكومة. التدهور الاقتصادي اليوم، البطالة، أصبح المواطنة أكثر من اليمن تحتل المركز الثالث على مستوى العالم في البطالة. الفقر أصبح 14 مليون تحت خط الفقر من اليمنيين. لابد من إسقاط الحكومة، وعلى الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها. خروجنا اليوم فرضت علينا الحكومة من أسلوبها، من الاغتيالات. لا يوجد أمن، لا يوجد نفط، الشعب ضاق، قدحنا، هلكنا، ضبحنا. المحتجون استنكروا في مسيرتهم التي جابت عددا من شوارع العاصمة واستقرت في ميدان التحرير الصمت الحكومي تجاه معاناة المواطن جراء انعدام المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها. المشتقات النفطية يا أخي، احنا لنا 3 أيام واحنا نبحث عن مادة البنزين في جميع المحطات. يقولون في شركة النفط، شركة يعني ما في محطة في العاصمة لا شركة النفط. أين المحطة؟ أين الرقابة على المشتقات النفطية؟ أين ليش ما يوفرون البترول؟ نطالب رئيس الجمهورية ووزير النفط والمعادن ورئيس الوزراء وصخر الوجيه بتوفير المشتقات النفطية وتوفير الشيء الضروري للمواطن. إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات ووضع حد لسلسلة الاغتيالات بحق المدنيين والعسكريين أبرز المطالب التي طلب بها شباب 14 فبراير في مهرجانهم وسط ميدان التحرير. زاد الفساد في الدولة بشكل حيث زاد البطالة والجوع والفقر من جميع الجهات، والشعب ما زال ينتظر مستقبل زاهر، ولكن الأمور تغيرت إلى أسوأ. هذه المسيرة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط الحكومة ليست الأولى، فقد سبقتها 7 مسيرات سابقة شعارها إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات. مختار الخطيب، اليمن اليوم.